من جديد ده كل التحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق الترجي التونسي بثلاثه اهداف مقابل لا شيء وصعود النادي الاهلي للمباراه النهائيه، سعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد، مكاسب متعدده، بصعد للنهائي، بفوز على الترجي ذهابا وايابا، برد مش عايز اقول برد هزيمه 2018، لكن انا عندي مكاسب متعدده النهارده وابرزها عدم حصول احد اللاعبين على الانذار الثالث والغياب عن النهائي، مكاسب متعدده النهارده. الحمد لله، طبعا هو الاهم ان انت وصلت خلاص، يعني ده بتتكلم على سيمي فاينال اقوى بطوله في القاره، يعني ده مهم جدا، بتتكلم على مباراه الاهلي والترجي، بتتكلم على بطل 2020 بيلعب بطل 2019 و2018، يعني قوه المباراه الاهلي بطل 2020 بيلعب بطل 2019 و2018. نتيجه كويسه، الناس كانت بتسالنا وبتقول لنا او بتقول لي يعني مثلا يعني احنا قلقانين ليه، احنا كسبانين هناك ازاي، ما قلقش وانا بلعب بطل 2019 و2018. مهم جدا في كره القدم الحذر، يعني الحمد لله طبعا على كل شيء، مهم جدا ان انت تعدي، لكن في النهايه التارجت لسه ما اتحققش، احنا واصلين لابعد نقطه في البطوله لكن ما خدناش البطوله، ده مهم ان المفهوم ده يوصل للناس. يعني هتبقى عندنا مباراه نهائيه هتبقى يوم 17، لحد دلوقتي الميعاد ده يعني هنشوف هنعمل ايه فيها ان شاء الله، لكن عندنا يعني وقفه محليه كده شويه عايزين نركز فيها ونخش فيها بسرعه، مش عايزين نعيش الاجواء بتاع البطوله الافريقيه، مش عايزين ننساها، لكن في نفس الوقت عندنا خطوه يعني مهمه جدا في مشوارنا المحلي، عندنا مباراه مع بيراميدز يوم الخميس ان شاء الله، مهمه جدا في مشوارنا وتكمله حفاظنا على اللقب باذن الله المحلي ان شاء الله.